الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سائلة تسأل وتقول: تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية، منع الحيض، والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد، فهل هذا جائز؟ وهل في ذلك قيود حتى تعمل بها هذه المرأة وغيرها من النساء؟ أقول وبالله التوفيق، أخذ المرأة لحبوب توقف الدورة الشهرية الحيض جائز شرعا لأجل أن تصوم، وهذا ما قرره أهل العلم، ولكن بشرط لا يكون عليها ضرر في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا إضرار. فإذا كان تضر هذه الحبوب بقول الأطباء فلا تأخذها، وتحمد الله عز وجل على ما كتب عليها، فهذا أمر كتبه الله على النساء كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: أمر كتبه الله عليكن. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.